طيب يا شباب، تقبل الله منا ومنكم. نحن نتكلم للحين عن اجراء المقابله. في الحقيقه للحين ما بدينا نعمل مقابله، يعني احنا في البريبريشن انه كيف نحضر نفسنا لانه نعمل المقابله. زمن الزياره او زمن المقابله وهو عموما محكوم بتحدده المؤسسه اللي انا شغال فيها، لانه بيكون محكوم بعوامل كثيره جدا. محكوم باول حاجه ظروف الباحث نفسه اللي هو انا الباحث الميداني، وظروف المبحوث، والتوقيت بتاع البلد مثلا، توقيت شتوي ولا صيفي، ولكن احنا اكتشفنا انه انسب وقت كباحثين، يعني عموما هنا في الخليج، خلاص انسب وقت هو الوقت اللي بحدده اول حاجه المبحوث، لانه هو انت لما امشي انا واطرق له الباب ممكن يقول لي ممكن تجيني في الوقت الفلاني او في اليوم الفلاني او في الزمن الفلاني، معناته هو ده شنو؟ ده الوقت الانسب له. لكن عموما نحن حنشتغل في الايفنينج تايم، لانه يعني الوقت بعد العمل، بعد الدوام المعروف يعني، خلاص؟ لانه ده الوقت اللي بتوقع فيه انه انا القى فيه اعضاء الاسره الذكور او اعضاء الاسره شنو؟ الاناث. لانه اذا مشيت في الوقت الصباح انا ممكن ما القى اعضاء الاسره او يكونوا في اعمالهم، صح؟ وانا اكون كده ما استفدت حاجه من الـ من الـ من المشوار بتاعي او من الزياره بتاعتي او من الزمن اللي انا استنفدته في الميدان. فانسب وقت هو الوقت بتاع اللي بيختار المبحوث، لكن عموما نحن المفروض نشتغل مثلا بعد صلاه العصر الى صلاه العشاء مثلا، هي دي الفتره شنو الانسب للعمل الميداني. واحنا لقيناها في الحقيقه بعد 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 بحث وسالنا المبحوثين انفسهم في انه في خلال اليوم ساعات اليوم انسب وقت ممكن الناس تجري معك استطلاعات رايي، كان شنو يعني الزمن، فكان الزمن بين صلاه العصر وصلاه العشاء هي من انسب شنو من انسب الاوقات. ده ما بينفي انه حد ممكن يقول لك انا داير اعمل المقابله دي بعد صلاه العشاء مثلا. انا قلت لكم انا اكون عندي استعداد انه اعمل المقابله في اي وقت وفي اي شنو زمان او مكان، اذا كان المبحوث هو الشخص شنو اللي تم اختياره شنو بطريقه سليمه. خلاص نمشي اللي بعدها. ايوه طيب، هنتكلم عن اعتقد حياديه خصوصيه المقابله. طيب نحن تكلمنا انه المقابلات الشخصيه المتعلقه بالبحوث بالعينه او استطلاعات الراي عموما هي فيها بيانات قد تكون شخصيه، خلاص، لانه فيها انطباعات واتجاهات واراء احيانا داخل افراد الاسره. الشخص عايز يدلي برايه لكن ما عايز الشخص الثاني يعرف رايه، ده في ولا ما في؟ في، صح؟ عشان كده نحن بنفضل انه المقابله تجرى في مكان يعني يكون فيه المبحوث واخذ راحته في انه يبدي اراءه في 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 القضايا المختلفه او في الاسئله المختلفه. احتمال ما دايرة أختها تعرف مثلا إيش رأيها كان في الحاجة في الفلانية، هذا في القضايا الاجتماعية أو القضايا النفسية مثلا، إذا كان أول صحية، خلاص، يعني إذا كان مصح صحي مثلا وعندنا دراسة وفي نحن نتكلم عن مرض معين مثلا، ما داير شخص يعرف، مش ممكن الحياة دي بتحصل. حتى الكلام ده بينطبق على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والآراء المتعلقة إن شاء الله قضايا الرأي العام الناس كلها تشترك فيها، خلاص. انا ما عايز حد ثاني يعرف. نحن عشان نضمن الحاجه دي بنتوقع ان المقابله تكون في مكان خاص، مكان منزوي، انا والمبحوث، بس انا الباحث والمبحوث، احنا نسمع بعض، باقي الاسره ممكن شنو ما تسمع. اذا عنده راي في الحاجه دي وهو بيعتقد انه رايه ممكن يكون يشاركه به اعضاء الاسره، في حاله دي ما عندك مانع، صح؟ يعني هو قال لك اوكي اي ويل انه اختي او اخوي او ابوي يكون شنو موجود في 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 المقابله، انت حتقول له لا؟ ما حتقول له لا.
لكن طبعا المكان الافضل او المكان الافضل انه يكون مكان خاص داخل الصالون او داخل مجلس النسائي او داخل غرفه او داخل حديقه. المهم يكون مكان فيه البحث المبحوث شنو لوحده. اذا المبحوث عنده قابليه انه يعني يكون في شخص ثاني حاضر، صديقه، اخوه، اخته، زوجته او وات ايفر، انت ما عندك شنو ما عندك مانع. لكن يجب ان يفهم المبحوث ان المقابله الشخصيه تحتوي على اسئله قد تكون الى درجه من الخصوصيه، فوجود شخص اخر سيؤثر في اجابات المبحوث. اصله دي ديفينتلي وجود شخص ثاني بيأثر في شنو؟ في الاجابات. احيانا نحن لقينا انه الشخص الثاني ممكن يعدل اجابات المبحوث. يعني سالت سؤال معين خلاص وقام جاوب بكل عفويه الحاجه اللي موجوده في دماغه في رايه بكل عفويه جاوبك. زوجته تقوم تقول لي لا انت رايك المفروض يكون شنو؟ المفروض يكون كده. يقوم يغير رايه ويقول لك اوكي خلاص غير الاجابه الثانيه. دي حصلت وبتحصل كثير جدا. عشان نحن نتفادى الاشياء دي تاثير اللي هو الشخص الثاني، ما هو يا جماعه المبحوث عنده الباحث عنده افكت خلاص نفسه يعني في الاجابات، والشخص المصاحب للمبحوث عنده افكت. نتفادى الاخطاء. نحن قلت لكم في خطأين، خطا احصائي وخطا غير احصائي. نحاول نقلل الاخطاء دي احنا بقدر الامكان عشان نطلع بيانات الجوده بتاعتها شنو؟ الجوده بتاعتها عاليه. شوف اللي بعده، حيادية الباحث. يجب على أيوة دي أهم حاجة. نحن تكلمنا عن الموضوعية والصدق. الموضوعية هي الحيادية. يجب على الباحث ألا يتحيز في طرح أسئلة، كما يجب عليه عدم تغيير صيغة الأسئلة أو تتابعها. هذا مع التابلت دي أصبح ما ممكن. يعني لا التابلت هو بيقودك لسؤال تلو السؤال بالترتيب حسب ما موجود في الاستبانة خلاص. لكن لابد أن أكون في حياد في طرح الأسئلة. يعني بمعنى إنه شنو ما يكون أتبع هواي أنا كباحث ميداني في تلقي الإجابات أو في طرح الأسئلة. مثلا أنا مثلا بشجع الهلال أوكي، بس كان في سؤال عن مثلا أفضل فريق كرة قدم في السعودية. خيارات موجودة كلها حسب الترتيب ودعوا الباحثين خلاص، مثلا الهلال والنصر، اتحاد، الاهلي، اخرى. لما اضع الخيارات دي ما اخذ اهوائي انا كباحث في شنو؟ في الخيارات. يعني اقوم اقول له والله في رايك انه افضل فريق في المملكه هو الهلال ولا الهلال؟ اديته خيارين بس مش كده؟ صح؟ او ممكن اقول له والله افضل فريق في المملكه مثلا افضل جريده مثلا عكاظ ولا المدينه ولا غيره. اقوم اشكد ليه والله مثلا عكاظ دي بالمناسبه بتنتشر وبتتكلم عن مواضيع تهم المواطن وبتجيب مواضيع يعني مثلا متعلقه بالسياسه الخارجيه بتجيب. اقوم شنو؟ اديه ليدنج او اسوق سواقه لشنو؟ للسؤال اللي انا شنو؟ اللي انا عايزه كباحث مش كده؟ دي الموضوعيه هنا. لابد اطرح السؤال ما غير في صياغته. الصياغه الوضع المبحوثين. ما احنا هسه حنمشي نعمل التجربه وبنشوف هل الاسئله دي المبحوثين فهموها ولا لا، محتاجه تغيير في الصياغه مع عدم تغيير المضمون. المضمون ده السؤال البحث والفرضيه. عرفتوا كيف؟ المضمون هو السؤال البحثي والفرضيه، لكن الصياغه عشان يفهم الشخص البسيط مثلا الشخص الما متعلم اللي وقع لي في العينه بتاعتي، ما انا في انا ما انا في الحقيقه ما عندي معه مشكله، لكن ما غير المضمون. لكن الصياغه ما غيرها عشان اجيب السؤال بتاع المبحوث حسب اهوائي انا كباحث وتكون انتفيت من الموضوعيه المفروض اتصف بها كباحث ميداني. اوكي؟ كما لا يسمح للباحث مساعد المستجيب في الاجابه على الاسئله. ممكن هو يقول لك والله انا ما فاهم السؤال ليش خلاص ما فاهم السؤال، بتختلف عن ساعدني على انه اجاوب. مو مشكله صح؟ ما فاهم السؤال انا ولين انه اساعدك اشرح له السؤال ده بالطريقه البسيطه اللي هو شنو يفهمها خلاص، لكن ما اساعده في انه يختار واحد من شنو من الاجوبه. اطرح الخيارات كامله
وافهم السؤال على حسب فهم يعني حسب البساطه اللي هو عايزها خلاص، لكن ما ساعده في اختيار اي اجابه من الاجابات. اللي بعده يا سلمان. اذا ما فهم لابد اكرر، ما انا قلت لكم انا بلقي السؤال وتلقى، انا بعطي السؤال وبتلقى اجابه خلاص. اذا شعرت انه المبحوث ما فاهم او قال لي كرر السؤال، لابد شنو؟ اكرره له، ما اغير في المضمون لكن ممكن اغير في الصياغه اذا هو طلب ذلك. عرفتوا كيف يا شباب؟ يعني احنا بنتكلم عن ترمينولوجيا ثقيله جدا على الناس في الريف مثلا، صلاحات كبيره جدا ممكن حتلاقوا في الاستبانه دي خلاص. اذا انت باستطاعتك حسب التدريب، نحن حنعرف الاسئله دي كلها الحين وحنجرب الحاجه دي، حنعرف الاسئله دي هل مهضومه للناس فاهمينها. انت ما ممكن تسال ناس تطلب منهم اجابه وهم ما فاهمين السؤال، صح ولا لا؟ فلا بد اكرر له السؤال لحد ما شنو ما هو يعرف. والتجربه حتورينا، التجربه القبليه اللي حنعملها، انه هل الناس فهمت الاسئله ولا في مشاكل في الادوات بتاعت الدراسه عموما، ولا الطريقه اللي حنعمل بها الميدان، ولا التابلت بتاعنا. دي الحاجه اللي بنستفيدها من شنو؟ من التجربه ومده المقابله ذاته. خلاص؟ الحاجه اللي بعدها يا زعيم. طيب دي برضه جزء مهم جدا في المقابلة، اللي هو التكنيك بتاعت الانترفيو. ونحن ماشيين على البيت الحين، أول حاجة لابد أن أعرف نفسي، ولحسن الحظ عندنا أدوات بتعرف لنا نفسنا. سلطان جاب لنا الأشياء اللي كنا بنتكلم عنها قبل، اللي هي البطاقة التعريفية بتاعت الشخص، والحاجه دي زمان كنا بنعملها في المسرح الصحي وفي التعدادات، لكن سلطان تكرم وكمان عملها للاستطلاع بتاع الراي ده. خلاص بيعكس اطلاع المركز اللي انت جاي منه، ويعني بيدي ثقه، تزيد من الاستجابه. ما 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 بنقولها كده سهل، لكن ده بناء على دي دراسات. اوكي، هذه الاشياء تزيد من شنو؟ من الاستجابه، وبتدخل الثقه في نفس المبحوث، انه الشخص الجاي يا جماعة. الثقة انعدمت في الأوقات الأخيرة، ما في، وأنتوا حتعرفوا يعني لو من الدراسة دي يعني أو من دراسات تانية، الناس بقت ما بتثق في كل الناس، صح ولا لا؟ يعني أي شخص يجي طارق بابك بتفتح له بتدخله المجلس، لا، لابد تدقق، من حقه هو يدقق يا جماعة، صح ولا لا؟ من حق الزول ده يدقق مين الشخص اللي داري يعمل معي مقابلة ويسألني أسئلة شخصية وأسئلة عن آراء في قضايا تهم المجتمع. خلاص؟ لابد يدقق، الأشياء دي بتخليه يثق فيني ويبدأ يجري معي المقابلة. أعرف نفسي وأنا أكون لابس الزي بتاعي والبطاقة ومعاي الخطاب، أنا فلان الفلاني من المركز الفلاني استطلاع الرأي. تقديم نبذة على المسح، المسح ده هو المؤشر العربي للديمقراطية، يجرى بصفة دورية في عدد من الدول العربية، أكثر من 14 دولة. يهتم بمعرفة آراء المواطنين العرب من ضمنهم السعوديين طبعا حول قضايا اقتصادية واجتماعية تهمهم. أوكي، البيانات اللي أنت حتدلي بيها حتكون في سرية تامة، ما في حد حيعرفها ولا أنا حتى الباحث، إنه بعد ما أطلع يعني تطمن إنه التكنيك الموجودة في التابلت دي ما بتخليني إنه أنا شنو أمشي أرجع وأعرف البيانات بتاعتي. خلاص، البيانات حتكون سرية ولأغراض الدراسة فقط، لا 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 لأي شيء ثاني. الارتباط الكامل من الباحث بالمقابلة هذا مهم. أنت إذا عايزه، إذا داير بيانات عالية الجودة، أنا قلت لك تبدأ بنفسك أنت، مش كده؟ لو داير المبحوث يهتم بالمقابلة، أبدأ بنفسي في الأول، أنا أهتم بالمقابلة في الأول، صح؟ أهتم بالمقابلة كيف؟ أكون أرتبط بها، أول حاجة يكون عندي علاقة، أنا قلت لكم قبل نعمل علاقة بينه وبين الاستبانة دي والأسئلة البحثية، صح ولا لا؟ الحاجة الثانية أرتبط بالمقابلة، بمعنى إنه مثلا أسكر الجوال بتاعي، ما معقول أثناء المقابلة أقوم
ارد على الشخص مثلا اقول له اوكي جايك في المركز التجاري بعدين مثلا او نمشي الكوره بعدين او صح ولا لا؟ كده حيشعر بانك انت ما مهتم بالمقابله وبتقطع المقابله مثلا لاقل مثلا ميس كول او تليفون جاك. اوكي لابد توريه انك انت ما منشغل بشيء لا بالشارع ولا بالاشياء الموجوده في المجلس ولا بالتليفون بتاعك، مركز تماما في شنو؟ في تلقي اجاباته للاسئله اللي انت بتطرحها له، لابد ترتبط تماما بشنو؟ بالمقابله. شرح كيفيه اختيار الاسره وقلنا ده بنقوله هنا في المقدمه. خلاص اول فرد من المجتمع العينه بنقول له البيت بتاعك او المنزل او الوحده السكنيه دي تم اختيارها بطريقه شنو؟ عشوائيه. خلاص انت كان عندك فرصه في الظهور وجارك برضه كان عنده شنو؟ فرصه في 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 الظهور. وبرضه لابد اوريه ان المشاركه يا جماعه طوعيه، يعني ممكن يرفض وممكن شنو؟ ممكن يقبل. انا ما ممكن فورس بيبول انه بارتيسيبيت ان السيرفي بتاعي، ما ممكن اجبرهم او اخوفهم، يعني انا لا عندي الكاب دي وعندي اسمها شنو هي دي؟ الجاكيت ده. ممكن في ناس ممكن بيخافوا يقولوا يا اخي الناس دي من الحكومه وكده، ولو جد لابد اشارك، يعني ما اديهم الانطباع ده انه المشاركه بتاعتهم هي اجباريه مثلا. ايوه لا ما اديهم الانطباع ده، اديهم انه هي مشاركه تطوعيه وما بتاخذ من زمنه الكثير وهي مفيده اكيد للباحثين وللمجتمع بتاعه. اوكي طرح الاسئله بكل وضوح حسب الترتيب، قلنا الترتيب ده اصبحنا ما عندنا فيه مشكله لانه التابلت هو بيورينا. عدم التعليق او ابداء ملاحظات على اجوبه المبحوث او ظروفه المعيشيه دي كثيره جدا، لابد انا اتحرر من الشيء ده. انا قبل قلت لكم اكون متشوق عشان اعرف الاجابه، لكن متشوق كباحث مش كشخص، ما بيرسونالي صح ولا لا؟ لانك اذا انتفت منك صفه البحث العلمي وبقيت متشوق عشان تعرف تتلصص على معلومات الناس وآراءهم المختلفه في القضايا المختلفه مشكله صح ولا لا؟ ما 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 يعني ما نعمل الحاجه لهذا الغرض، نعملها من اجل البحث، من اجل البحث العلمي وما اعلق عليها. مثلا سالته كم افراد الاسره 18 سنه فاكثر؟ قال لي 10 من الذكور مثلا. اقوم اقول له ما شاء الله وكذا ولا كتار ولا شويه ولا لا، الحاجه دي يعني هاي بتقلل من الاستجابه وبتخليه يشك فيك انت وما بيديك بعد كده المعلومات اللي انت قد تحتاجها في مستقبل المقابله بطريقه كويسه، ترى انت بتعلق عليهم. اوكي احفظ تعليقاتك لنفسك مش كده؟ ما تعلق على المبحوث وعلى اراؤه قد تكون مختلفه منك انت صح ولا لا؟ ديفينتلي الناس انت بتلقى ناس اراؤهم مختلفه منك لان انت ماشي لمجتمع وعينه مختلفه، في تباين في المجتمع، ما في الناس دي ما واحده، في فكرها في ثقافتها في تعليمها ما ما ما, ما واحده. في ناس ما متفقين معك في اشياء كثيره وفي ناس كمان متفقين معك. اذا الاجابات بتاعتهم دي ما ظبطت معك ما ريحتك ما تعلق عليها مثلا. اوكي احتفظ بتعليقك لنفسك. عدم التعليق وابداء ملاحظات على اجوبه المبحوث او ظروفه المعيشيه دي مثلا الشخص قد يكون مرتاح في معيشته او ما مرتاح في معيشته. خلاص اعطاء الفرصه الكافيه للمبحوث للاجابه او السؤال، هذه مهمه انه مثلا انا مطلوب مني عدد معين من المقابلات اقوم اعمل رش في الاسئله مثلا. خلاص او زي ما قال الميدان مفتوح، هم يسميه الميدان فاتح او السوق كاشف. خلاص اخلص البيت عشان امشي للبيت اللي بعده امشي للبيت اللي بعده. الحاجه دي هنا بتاثر على المقابله بتاعتي الانيه دي الكرنتلي. خلاص بتاثر الاسئله اطرحها بالطريقه الصحيحه انه استطيع اوصل له السؤال صح وهو يفهمه بطريقه صحيحه عشان يجاوبني بالطريقه الصحيحه. يعني ما انتم حتلقوا الاستبانه قد يكون فيها شو من الطول، ما اسال بطريقه سريعه هو ما يفهم الاسئله، يعني لحد ما تطلع منه يكون يعني يكون راسه لفه من انك انت شنو بتردمه باسئله من غير ما هو يفكر حتى في شنو في السؤال وكيف يجاوب عليه وحسب الخيارات شنو حسب الخيارات الموجوده.
أجعل البحوث يعرف أنك تستمع وتفهم وتسجل ما يقول. أها في ناس بقى عندهم الشك في إنك إنهم شنو تستمع وتفهم. أنا قلت لكم قبل كده إنه لابد توري اهتمامك بإجابته. هذه هنا في تستمع وتفهم. تسجل ما يقول. في مبحوثين أحيانا بيشكوا في إنك أنت كتبت الحاجة شنو هل هم قالوها. فيه لاقونا ناس زي دول خلاص إنه هو جاوب حاجة معينة بيفتكر إنه لا أنت ما وصلت المعلومة دي. خاصة إذا كان قضايا اقتصادية أو سياسية يكون عنده رأي معين عايز يوصله. هو شاعر إنه دي الفرصة الوحيدة شنو الجات إنه هو يوصل الرأي ده. بعدين بخاف إنه إنك أنت ما تكون كتبت إجابته. فلا بد تشعر إنه أي حاجة أنت هو هيقولها أنت شنو هتسجلها بغض النظر عن الحاجة دي شنو. عشان كده أحيانا بيطلب منك إنه يشوف أنت كتبت إجابته ولا غيرتها. ما عندنا مانع لو داري يشوف إنك أنت بتسجل في شنو. ما أنت ما قاعد تسجل في حاجة مغشوشة أو تصنع في ذرة صح؟ سؤال أنت قلته وكمان وريته الإجابات وأنت عايز تختار الإجابة اللي هو قالها. ممكن يشاركك في شنو في إنه يرى إنك أنت بتعمل في شنو. مش كده يا شباب؟ ما نتحرج إذا هم طلبوا شنو طلبوا الأشياء ده. أخذ موعد آخر إذا طلب المبحوث أو كان الشخص المختار غير موجود. نحن هنمشي لأسر مثلا وهنختار شخص من الأسرة دي بطريقة عشوائية لأنه ما الشخص الموجود هو حنعمل معه المقابلة. نحن هنختار 18 سنة فأكثر من الذكور أو 18 سنة فأكثر من الإناث. ممكن يكون الأم أو البنت الكبرى مثلا أو الأب والابن الأكبر أو الأب وأخوه وهكذا. فإذا كان الشخص أو نفس الشخص اللي اخترناه ما موجود وقولينا بيجي مثلا بكرة أو انتظروا 10 دقائق أو وهكذا أنا شنو لابد أتفهم الشيء ده وأنتظر المقابلة. وإذا رفضوا خالص من الأول أنا قلتها لابد أخذ أسباب الرفض بكل شنو تهذيب. يعني ما أزعل منهم يا جماعة لو قالوا ما 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 مشاركين. دي في الميدان حنلقى الشيء ده كثير جدا. الناس دي نتفهم ظروفهم نتفهم رفضهم خلاص لأنه خد نفسك مع محلهم. ممكن أنت في يوم من الأيام قد تكون نظرتك للأبحاث مختلفة مثلا خلاص. اشتراكك في البحث ده قد يغير وجهة نظرك في أنك أنت مثلا تعبي استباناتك عن طريق الإنترنت. بعد كده تجيك ممكن تهتم أنك أنت تعبي لارتباطك بالمجال ده مثلا خلاص. لكن إذا خطيتنا نفسك محلهم ممكن عادي تتقبل الرفض لأسباب هم بيعرفوها. إحنا ما عندنا مشكلة في دي لأن الرفض هو جزء من الدراسة. وشكراً للمبحوث في كل الحالات إذا كان تجاوب معي أو شنو أو لم يتجاوب. طيب هي أهم أخطاء شائعة لدى جميع البيانات اللي هو اختيار وحدة معينة خارج إطار العين. مثلا شخص يقول لي أنت ما في القصيم يقوم يشتغل لنا وين في المدينة المنورة. هذا شنو لا يجوز. أو في القصيم يشتغل في المنطقة الفلانية يقوم يشتغل في غير المنطقة اللي قلنا ليش شنو يختارها. شرق الرياض يقوم يشتغل لنا في جنوب الرياض وهكذا. دي تعتبر من أهم الأخطاء الشائعة. أوكي إجراء مقابلة مع شخص غير مؤهل من أفراد الأسرة. مثلا الكمبيوتر اختار الأب أنا أعمل مع شنو مع الإبن. أو الكمبيوتر اختار البنت وأنا أعمل مع شنو مع الأم. أو البنت تقوم تجبرني تقول لي يا أخي أمي دي ما بتعرف مثلا أمي ما تدري أو ما أنا أفهم منها أو كذا. إحنا عايزين المجتمع كله بيفهم شنو والما بيفهم. ممكن نقول لو بنشيل الناس اللي بيفهموا نقول انه والله الدراسه دي للناس ال 18 سنه فاكثر المتعلمين صح. لكن احنا دايما نقول الدراسه للسعوديين كلهم يفهموا ما يفهموا على حسب معرفتهم ومقدرتهم على الاجابه. تقدير الاجوبه حسب المنطق او الحكم الواقع انابه عن المستجيب. ودي ذكرت لكم مثال ليها قبل انه مثلا شخص تشوفه هو بيمشي ب مثلا عصاية طبية أو عكاز مثلا يتكئ عليه
خلاص. وفي سؤال مثلا، هل حالتك الصحية مثلا ممتازة جيدة سيئة؟ وانت شايف العكاز مثلا وقمت تكتب سيئة، مشكلة انت جاوبت نيابة عنه خلاص، ما اجاوب حسب المنطق. القصة ما منطق، هي رأي، وحسب المبحوث ما هو عايز، مش حسب ما انت عايز. عرفتوا يا شباب؟ دي واحدة من الأشياء اللي البقع فيها الباحث، زيادة أو نقصان أو تقدير المنجز من العمل. دي الناس حليناها، لأنه حيكون حنقول الحصة في اليوم كذا، وما في داعي لأنك يعني تخفي أو تعمل معلومات. من الأول أنا أكون أمين وأقول أنا عملت كذا وبكرة هعمل كذا وهكذا. أنا داير أشغل لكم فيديو عندي جزء منه هنا، لا في هنا، ايوه الفلاش ده بين ولادي. الاخطاء الشائعه بدنا مشكله يعني في جزء منها، خلينا شغيله واحده واحده. ان احنا بنشغل فلاش صح؟ لا لا هذه ما تبيها، تبي تقطع الفلاش صح؟ واحد والله بس ابدا الصغير اربعه مثلا، هم بيسمعوا بيسمعوا الصوت في سماعه. السلام عليكم شيخ. يبدو الصوت ان شاء الله معكم. دي كليبس احنا عملناها يعني things to do وما to do، يعني اشياء تعملها وما تعملها شنو في الميدان اثناء المقابله او قبل المقابله وتحضيرك ليها خلاص. لمجتمع مشابه لمجتمعكم ده، مش كده؟ لمجتمع خليجي مشابه للمجتمع بتاعكم ده. اتمنى انه بس الصوت يكون واضح، لو مو واضح انا بوريكم مالو؟ خبطت؟ ايش بك مع السماعة؟ هنا فوق؟ هنا فوق؟ هنا فوق؟ كيف لك مع الكلام؟ ما في هناك. قضية مسحية. أوكي. عندنا بحث وحدية عن العالم عن دور. من الأول. تمام. جزاك الله خير. يلا. دي هي دخلت البيت أوردي. أوكي. وقابلت شنو؟ صاحب البيت. بتعرف في نفسها. معك سارة خضي. باحثة من جامعة قطر عن هذا البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسيحية. عندنا بحث أختي عم يتعلم عن دور المرأة في المجتمع. ممكن آخذ بعض من أختي؟ ما في مشكلة إن شاء الله، بس بالنسبة للوقت هل في كم وقت المقابلة إن شاء الله راح تكون؟ أول شيء هو تم اختيار منزلكم عشوائيا من دون العينة. بعدين المقابلة تأخذ ما بين 15 ل 20 دقيقة. إن شاء الله. هل يعني حابين نستجيب ممكن أفراد البيت والعيلة ولا في شخص معين من الأسرة؟ هو فرد واحد بيتم اختياره عشوائيا
ما بين ذكر وانثى وسنه من 18 وما فوق. ان شاء الله ما في مشكله. وده خطاب موجه لك. إن الطريقة الصحيحة لتقديم الباحث نفسه تتضمن بعد السلام اسم الباحث. ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسيحية بجامعة قطر، ومعلومات عن الدراسة والطريقة العشوائية لاختيار المنزل وضمان سرية المعلومات. أعتقد دي الطريقة الواضحة مش كده؟ بس بدل المعهد البحوث الاجتماعية نحن بنختار المركز شنو اللي احنا جايين منه. الباحثة دي كانت لابسة البطاقة بتاعتها، البطاقة التعريفية، وعندها الخطاب من المركز انه انت الباحث الفلاني بتأدي لعمل تابع للمركز دي، والبيانات المهمة. الخطاب بيكون فيه كونسنت يعني انه بيضمن السرية وكذا. دي الطريقة البروبر. اوكي نشوف اللي بعده. الخمسة ممكن انا في الحقيقة كله ما اتنقل لي. ايوه هل في اختلاف من بعض الشيخ معك بباريس من جميع القطر؟ والله الصراحة في المنظر بعد جاي مثل تاني ونسوا استبيان وصح، انا ابدا ما عندي وقت. هل فيك ممكن يكون من اي مؤسسة او وزارة اخرى غير جامعة قطر؟ والله اختي صراحة هو عيال جاي من مدارس ومش فاضي وعلى درس، ما عندي وقت صراحة افيدك بس بقيت تنبيه. هل فيك تحت الدنيا دول حول العمالة وفينا بشغل وقت حضرتك اكثر من خمس دقائق؟ حبيت اسمع حيلي بس ما اضحك بصراحه، كلش ما عندي اختياري، يعني اذريني ما حد فيك واساعدك، اخذ منك المساعده صراحه. هل يمكن اجي لنا منطقتي اهلك حولي اكثر من طلب مرات وتحليل ساعدك؟ يعني ان شاء الله ان انا اترك مكان بدون حد يسمع حولي. اكيد انت جاي في وقت ثاني مش مناسبه، عشان شي ما حابه اطلع الباص اختي صراحه، يعني اكيد جاي في وقت ما يسمح لنا نفتح الباب، واذريني صراحه ما حد فيك. يجب على جامع البيانات تقبل الرفض بكل تهذيب وشكر المبحوث في كل الأحوال. طيب الخطأ من البحث دي واضح جدا من الأول، اللي هي المبحوث اعتذرت لها إنه ما عندها شنو؟ ما عندها وقت، ما عندها زمن، وعندها ظروف ثانيه يعني غير انها. لكن المبحوثه البحثه بتاعتنا اصرت الحت يعني حنت كثير جدا انه جات مرتين وهم حيطلقوا حيسهبوا من المنطقه دي لمنطقه اخرى، ورجاء يعني حاولت تضغط على شنو؟ على المبحوث وما قبلت الحاجه. قلت شنو؟ ايوه هذا هو ممكن يجينا هنا طريقه ثانيه للرفض كده. يلا شوف اللي بعده. اسمع جزاك الله خير يا سلطان. ستة ممكن. هاي ان شاء الله يكون ده ال والله شيء طيب ان شاء الله اني اشاركهم، بس اني محتاجه معانا ما اقدر، عندي موعد ولازم اطلع، يعني ما راح اكون اليوم ان شاء الله فاضيه. طيب ممكن لو تفضلتي انك توريني مثلا الوقت المناسب لك ومر عليك في اي لحظه انت بتغربي. اي ان شاء الله ما في مشكله، خلاص تقدري توريني ان شاء الله يوم الثلاثاء في هالوقت انا بكون بانتظار شفتي. ان شاء الله، وانا بتاسف مره ثانيه انه اتحمس في وقت غير مناسب. لا ولي مشكله، شكرا. شفتوا فريق؟ الفرق واضح. هناك الباحث يجب على جامع البيانات تقبل ظروف المبحوث واخذ مواعيده في الاوقات التي تناسبه. الباحثه الاولى حاولت تضغط وتحين على المبحوثه في انها تقبل المقابله في الوقت المعين اللي جات فيه هي، لكن الباحثه الثانيه تقبلت ظروف المبحوثه واخذت منها موعد شنو؟ لمقابله في وقت انسب وارحب. اوكي؟ ده الفرق بين المقابلتين. انا بعتقد ان المقابله الاولى هي كانت افضل. خلينا نشوف سبعه سلطان. الثانيه هي الباحثه الثانيه تصرفت تصرف حكيم حسب ما احنا تدربنا انه انا اتقبل ظروف شنو؟ ظروف المبحوث. هذه كارثه بقى.
تابع الزول ده كويس. إذا مع زميلنا خالد ده أخطأ خطأين اثنين من المبادئ اللي قلنا ما نعملها، شنو؟ أسلوب. ها؟ يعني الخطأين الفاتحين اللي عملهم شنو؟ أيوه ظروف المبحوث. يعني سألوا من السيارة موديلها كم؟ وثاني سألوا من الدلات بتاعت الشاي. اللي هو ما مرتبط بالمقابلة نهائي، شغال بالتجارة بتاعته أو بالدوام ببيتاته أو الثاني. دي حاجات لابد نتفاداها. حاجات لابد شنو؟ نتفاداها، لابد نرتبط بالمقابلة ولابد ما نعلق على ظروف المبحوث أو أجوبته على الأسئلة، هذيل نعمل حسابنا شديد منهم. نشوف 8 يا فطان. تجنب الدخول على منازل وممتلكات الآخرين دون إذنهم.
فضلا عن أنها مخالفة للشرع وتنم عن عدم مسؤولية جامع البيانات أو الجهات التي يمثلها. الكلام ده واضح؟ يعني زميلنا خالد هنا عمل مخالفة قانونية واضحة. نحن هنمشي منازل وأحيانا نمشي مجالس أو دواوين نحن عندنا هناك. خلاص الدواوين أحيانا بتكون فاتحة يعني بتتقبل أي شخص شنو يجي، لأنه إذا كان ما في صاحب البيت بيكون في العمال أو الناس الخدم يعني وبيخش، لكن لو ما استأذنوا لنا إطلاقا ما ندخل المنزل عشان ما أرتكب الجناية. أوكي الكلام ده واضح يا شباب؟ نعم عادوا 9 ممكن. في نهاية الأسئلة وأنا بستأذن. لا خلاص خلصت خلصت معنا لا معلش أنا استقلت من تدريبنا. إن إنهاء المقابلة بطريقة غير صحيحة لا يؤثر فقط على العمل الميداني مستقبلا، بل أيضا يؤثر على سمعة جامعة قطر وجامع البيانات. طيب اللقطة البسيطة اللي هو 5 أو 10 ثواني دي نحن جبناه ليه؟ لأنه لاحظنا إنه الباحث بعد ما يخلص المقابلة بيكون مهتم بإنه يجري المقابلة اللي بعدها. خلاص؟ وما بينهي المقابلة بطريقة لائقة. يعني الشخص ده أداك نصف ساعة من زمنه ودخلك بيته خلاص؟ أقلاها تشكره وتسأله في أظن البعده حيوضح لنا كيف أنا أختم المقابلة. خلاص؟ لكن هي أخطأت في إنه لأنه الرئيس الفريق أو المشرف بتاعها برا والشخص الموصلها برا واتصل عليها مثلا خلصي خلصي يعني إذا كنتوا بتمشي في شكل فرق يا جماعة ما تضايقوا الناس الجوال شنو؟ الباحثات بالذات يعني ما يضايقون في المقابلة وفي ختم المقابلة بتاعتهم. خلوهم ياخذوا راحتهم يختموا المقابلة بالطريقة اللائقة، يشكروا المبحوث ويسألوه إذا كان عنده أي استفسارات يدونوها وهكذا. الفيديو الثاني بيورينا الطريق المثلى في 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 ختم المقابلة. 10 لو عندك أي استفسار أو أي إضافة. لا صح ما عندي أي إضافة، بس كنت حابة أسأل إن شاء الله وين بتحصل هذه الدراسة ومتى تخلصون منها؟ إن شاء الله بتحصلها في الختام المواجه لكن بتسأل في تلفون وتسأل أحد البحوث الاقتصادية وهو بيفيدوك أكثر مني. إن شاء الله ما قصرتي كثير. أنا بشكرك مرة ثانية على إنك ساهمتي في إنجاز هذه الدراسة. ما قصرتي، يعطيكم العافية وهي أول جدا نتعاون معكم. فريق ولا ما فريق؟ جامع البيانات إنهاء المقابلة بطريقة تجعل للمبحوث مساحة للمزيد من الاستفسار، وشكرا مجددا على مساهمته في إكمال المقابلة. Good. اللي بعده. الطريقة الثانية هي مسلم مش كده؟ أديناها مساحة، شكرناها بما يكفي على الزمن بتاعها وعلى مساهمتها في إنجاح ال في 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 إنجاح المقابلة. نشوف 11 ده فيه شنو؟ الكمبيوتر اختار جسم. والله جسم ما حد، بس أنا زوجتي أنا كنا في بيت واحد، يصير من الدار. أوكي ما في مشكلة. أوكي. الآن سأطرح عليك بعض العبارات عن أسباب الطلاق في قطر ويبدو إخباري عن مدى مفوت وعدم مفوت كل عبارة هات وبكين جدا وبكين إلى حد ما، هات وبكين إلى حد ما، هات وبكين بشدة. التعليم العالي للمرأة استقلال المرأة اقتصاديا إهمال المرأة للمنزل والأبشاء من الأخطاء التي يقع شفت السؤال دي؟ اختيار شخص غير مؤهل للإجابة على الاستبانة بالإضافة إلى طرح الأسئلة بطريقة غير سليمة كتغيير صيغة السؤال أو الاستعجال في طرحه. أنا في تقنية المقابلة قلت لكم أهم حاجة إنه الأسئلة أطرحها بطريقة مفهومة يقدر يستطيع إنه يفكر ويستوعب السؤال عشان أنا ألقى منه إجابة صحيحة. والدول الخيارات كاملة. ناجية زميلتنا أول حاجة أخطأت في إنها جابت شخص غير مؤهل لشنو لإجراء المقابلة، صح ولا لا؟ الكمبيوتر اختار مثلا الشخص الثاني أو التالي، لكن ربة المنزل يعني قالت لها مثلا الشخص الثاني ما موجود أنا ممكن أحل محله، وقلت لكم حتلاقوا ضغط في الحاجة دي. خلاص؟ فهي قبلت، كان المفروض ما تقبل. الحاجة الثانية استعجلت في شنو؟ في طرح الأسئلة. أنا داير أشوف إذا كان عندكم أي تعليق على الكليبات دي.
الناس اللي اشتغلوا الميدان خلينا نشوف هل لقيتكم المشاكل دي؟ ما نزلت في مراكز. في مراكز او جامعات. اها. ايوه فما ما اعرف كيف انه مساله انك تدخل البيت وكذا. أها. لكن بشكل عام ايوه الناس يتجاوبوا هنا في جده بس في تلاقي لا مبالاه احيانا او عدم اهتمام بموضوع البحث ممكن. ايوه بالضبط يعني يطالعوا فيه كذا ويمشي بس بشكل عام الناس تتجاوب. الناس بتتجاوب. انت لما تقولي عدم مبالاه اثناء المقابله ولا قبل طرح الموضوع؟ يعني اوكي يقولوا لك بعدين تبدا تشرح لهم الموضوع اللي تبغاه يقوم يرفض. ايوه. وهنا الاخ. لا ما واجهتك. ما واجهتك اي 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 مشاكل؟ ما مشيت قبل كده لمنازل؟ لا كانت في مراكز. مراكز واماكن عامه. طيب هذه هي المشاكل اللي بتواجهنا احنا شنو؟ تقريبا في 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 الميدان. انا بس عندك هنا فيديو مش فيديو لكن حولت بعض ال احنا كم فضل لنا من الزمن؟ المفروض يعني ساعتين احنا بدنا نتاخر تبغى ايش؟ تبغى الفلاش؟ ايوه في فيديو ثاني فيه لا نبدا مع المدى ايوه ده وزي 10 دقائق بوضح لينا بعض الحاجات المفروض نتبعها في الميدان اذا كان صفات الباحث ايوه نعم مع البيانات والتقنيات والمقابله مع البحوث الاجتماعيه يختصر لنا الكلام اللي قلناه بسم الله الرحمن الرحيم ان اداره العمل الميداني في الدراسات البحثيه المسحيه عمليه معقده تحتاج جهدا كبيرا من جميع المشاركين وجمع البيانات يمثل حجر الزاويه في بناء الدراسات البحثيه المسحيه حيث يجب ان يكون يقظا وفي اتم الاستعداد لهذه العمليه مع الاخذ بعين الاعتبار ان جوده البيانات تعتمد اساسا على مهارات جامع البيانات ولجامع البيانات صفات يجب أن يتحلى بها تتمثل في صفات جامع البيانات يجب أن يتصف جامع البيانات بالموضوعية والصدق والأمانة اهتمام الباحث بموضوع البحث وتشوقه إلى التعرف على الحقائق والمعلومات المتعلقة بالموضوع أن يتصف المقابل بالصبر والجلد أن يبدي احتراماً وتقديراً للمبحوثين اتصاف المقابل بشخصية جذابة وبهدوء الأعصاب الذكاء والثقافة بالمستوى الذي يساعده على فهم طبيعة الناس يجب أن يتصف جامع البيانات بالموضوعية والصدق والأمانة اهتمام جامع البيانات كباحث بموضوع البحث وتشوقه إلى التعرف على الحقائق والمعلومات المتعلقة بالموضوع أن يتصف بالصبر والجلد في مقابلة التحديات اتصاف جامع البيانات بشخصية جذابة وبهدوء الأعصاب القدرة على التكيف مع الظروف والأشخاص تقنيات المقابلة يجب أن يبدأ الباحث بتعريف نفسه تقديم نبذة عن المسح وأهدافه والتأكيد على سرية البيانات الارتباط الكامل من الباحث بالمقابلة شرح كيفية اختيار الأسرة أو الفرد ضمن مجتمع الدراسة ومن ثم أخذ الموافقة طرح الأسئلة بكل وضوح
تعليقي أو إبداء ملاحظات على أجوبة المبحوث أو ظروفه المعيشية. إعطاء الفرصة الكافية للمبحوث للإجابة أو السؤال. اجعل المبحوث يعرف أنك تستمع وتفهم وتسجل ما يقوله. لا بأس إذا طلب المبحوث أن يرى ماذا تعمل وتدون في الكمبيوتر. أخذ موعد آخر إذا طلب المبحوث أو كان الشخص المختار غير موجود. أخذ أسباب الرفض بكل تهذيب إذا رفض المبحوث في المشاركة. شكر المبحوث في كل الحالات على تجاوبه ووقته. طيب يا جماعة، من الأشياء اللي أخذناها الحين في خلال السيشن دي، داير أعرف منكم أنا كيف ممكن أجابه الرفض. أجابه الرفض ممكن ألاقيه في الميدان. إيش هي الأساليب والتقنيات اللي ممكن أتبعها على أساس إنه أجابه الرفض؟ ها؟ معرفة أسباب الرفض. طيب ها، معرفة أسباب الناس عموما يعني، أو الشخص اللي أنا قابلته، ها؟ معرفة أسباب الرفض من الشخص، مش كده؟ أوكي. تقنيات مجابهة الرفض، نسميها مجابهة الرفض. أول حاجة معرفة أسباب الرفض. الثاني شوف من أول يعني إنك تفهم يعني ما علمونا بالمحاضرة اللي فاتت يعني كل الشباب السعوديين كذا فالعادة ما يرفضوا يعني يجعلوا. طيب معناته الاستعداد، الاستعداد الجيد، الاستعداد الجيد للمقابلة مثلا، ودي بتتضمن شنو؟ اول حاجه انت ليه ده تركز على انه احنا او اول حاجه تقديم نفسه مثلا، تقديم النفس وتقديم البحث ذاته اهدافه، مش كده؟ اهداف البحث تقديم النفس دي بتخش فيها انه انت دار تقول انه مثلا هنا البحث هنا بيفيد المجتمع، مش وهنا انت دار تلعب على الدور بتاع نحن مجتمع سعودي ونحن سعوديين. ايوه لك هذه برضو ممكن تكون مهمه، اللي هو نحن مجتمع واحد خلاص، عندنا هدف واحد دارين نبرز للعالم انه نحن كان دوب البحوث دي بطريقه صحيحه من غير ما نجيب ناس اخرين. ده معناته احنا ما بنتقبل الاخرين، لكن احنا بنعتقد انه لو الباحث هو من بيتكلم بنفس لغه الشخص ومن نفس مجتمعه، ممكن المبحوث الاداء بتاعه والجوده بتاعت البيانات بتطلع منه تكون افضل. اوكي. طيب قلنا معرفه الاسباب والاستعداد الجيد دي بتخش فيها تقديم النفس وتقديم اهداف المسح بطريقه جيده. الاستعداد الجيد ده برضه ممكن يخش هو المظهر بتاع الشخص، صح؟ وممكن الاستعداد الجيد ده برضه يكون انا شايل البطاقات التعريفيه بتاعتي والخطابات اللي بتدعم تعمل لي باك اب انا جاي من وين ومين هي المؤسسه اللي انا بمثلها. ثاني شو كيف ممكن اجابها الرفض؟ على ما اعتقد انا ممكن اخليه هو يجاوب، ممكن اسباب الرفض ممكن انه رافض حاليا بسبب الوقت. ايوه عشان يبني عليها. ايوه عشان يبني عليها. ما عندنا في رفض نحن بنسميه سوفت ريفيوز خلاص، وفي رفض قاطع يعني الزول ده مهما كان المهم ما عايز خالص، ابسوليوت يعني ريجكت او ريفيوزل. السوفت ده انا لو عرفت اسبابه ممكن يعني اشتغل عليها واخليه يقبل.
خلاص هو الزمن ما مناسب معه، ممكن بعد ساعة أنا أمشي للبيت البعد والبعد وبعدين شنو أرجع له هو، أو ممكن بكرة، أو ممكن هو متخوف مني أنا كباحث، أو شاعر بأنه البحث ده ما بيستاهل إنه أنا أضيع فيه 20 دقيقة مثلا أو 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 30 دقيقة. أنا لو قلت له يا أخي البحث ده يعكس أهمية البحث العلمي، مفيد لمجتمعنا، ده في النتائج بتهمنا إحنا كمجتمع، بتهم الباحثين، بتهم المتخذ القرار وهؤلاء رسمي السياسات وكذا، قد يساعد في شنو؟ في إنه يقبل، عرفت؟ فلما أنا أعرف معرفة الأسباب الرفض إذا كانت هي وقت أو تكرار بحوث أو عدم ثقة فيني أنا، أنا ممكن أشتغل على الأسباب دي وخليه شنو؟ وخليه يقبل. أوكي؟ تاني شنو ممكن؟ نعم؟ تاني قولي اللي هو إشعار، أو نقول عكس أهمية الدراسة. عكس أهمية الدراسة بتاعتنا دي يا جماعة هي دراسة تقام بصفة دورية، قبل كده اتعملت في المملكة السعودية واتعمل والحين بتتعمل في 14 دولة عربية. ما صح إنه يكون المجتمع السعودي بمعزل عن 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 الدول الثانية، صح ولا لا؟ ما هي قياس للرأي العام العربي حول المواضيع بتهم الرأي العام العربي، ونحن كمجتمع جزء من الرأي العام العربي ده. يعني بعدينك لما يطلع التقرير كامل، مصر قالت كده، الإمارات قالت كده، تونس قالت كده، السودان قالت كده، السعودية مثلا ما فيها. ليش مثلا السعودية ما فيها؟ هل لأنه ما في مراكز بحثية بتعمل، ولا ما في باحثين ينزلوا الميدان يجمعوا بيانات، ولا المجتمع ما بيتقبل الشيء ده؟ نحن جزء من المجتمع ده، الدراسة دي بتهم المجتمع العربي كله، والسعودية جزء من المجتمع، الدراسة دي تعمل في المجتمعات العربية كلها، بتهم الباحثين في مجال الاقتصاد أو العلوم السياسية أو الاجتماعية. ونحن لابد نثبت للناس إن نحن we can do الحاجة دي، استطاعتنا إن نعملها نحن كسعوديين باحثين أو جامعي بيانات أو مبحوثين. أوكي؟ دي عكس أهمية شنو؟ أهمية الدراسة. غير كده كيف ممكن أجابها الرفض؟ ممكن أضيف أي أشياء تاني ولا خلاص؟ إنه استعدت بصورة جيدة، قدمت نفسي بصورة جيدة، قدمت الدراسة أو البحث ذاته، والمركز اللي أنا جاي منه المصهر بتاعي كان جيد، معايا البطاقات التعريفية والخطابات ولابس الجاكيت، كنت بشوش الوجه الأول، يعني بمعنى إنه مبتسم وأوكي، عكست أهمية الدراسة للمبحوث، وعرفت أسباب الرفض الصفت في الأول. إذا رفض ما نبقى زي زميلتنا ناجية، ما أليها عليهم وأفرض عليهم القبول، أعرف الأسباب شنو، إذا في يدي أن أعمل على إزالة هذه الأسباب فديها، إذا ما في يدي أتقبل الرفض بكل شنو، بكل سهولة، كل قبول يعني. أوكي؟ في حد ممكن يضيف حاجة تانية سلطان؟ في أسباب الرفض؟ يقترح وقت. ها؟ يقترح وقت. أيوة، دي ما قلنا إحنا بنلعب عليها هنا. لو عرفنا أسباب الرفض، إذا كان منها وقت غير مناسب أجو في وقت تاني، إذا اليوم غير مناسب أجو في الوقت اليوم هو اللي بيختاره. لابد أبين له، ونحن قلنا إنه الدراسة دي يعني أيوة دي مهمة، اللي هو سرية البيانات. واختيار البيت ذاته، ليش جيتوني انا ما جيتوا لي جاري مثلا، صح؟ احنا الاختيار ده قلنا بطريقه عشوائيه، والبيانات التدريبيه دي حتكون سريه ولاغراض البحث، ده ما حتستخدم لاي اغراض شنو؟ لاي اغراض اخرى. اوكي شباب؟ ها؟ الاسئله صعبه؟ ما هو دي نحن دي قبل ما هو شنو؟ نحن لازم ما أخذنا الكونسنت، ما أخذنا الإقرار بأنه هو موافق، نحن في إنه عايزين شنو يوافق. أوكي؟ في إنه إحنا عايزين يوافق. الاستبانة حنشتغل عليها بكرة، موش في حد عنده أي سؤال؟ دحين إحنا بس نستهدف المواطنين السعوديين. نعم، هذا البحث في حال طلع في شخص مقيم وكيف الضغط على شخص مقيم،
لان احنا بنسميه خطا في الخطا في العينه وحيسجل الرفض بنسميها نحن معدل الاستجابه ده معدل الاستجابه الريسبونس ريت فيه اشياء كثيره اللي هو المقابلات اللي عندي فوق دي مكتمله مثلا كانت كم تحت فيه A زائد B زائد C المهم فيه أشياء كثيرة من ضمنها مثلا الأشخاص الرافضين تماما إنهم اشتركوا من ضمنها المنازل أطلع فيها خطأ في العينة لا يعني نكمل معهم ولا لا طبعا هذه الدراسة يا جماعة فقط للسعودي وللسعوديين هذه الدراسة للسعوديين إذا قرأت باب في المنطقة اللي أنت شغالة فيها ولقيتي إنه المنزل ده ما مهول بأسرة سعودية ما هذا خطأ في العين انت هتسجليه لكن هتسجليه ضمن المنازل المشيتيها لكن السبب بتاع انك انت ما عملت المقابلة هتلقي خيارات كثيرة من ضمنها انت شنو مثلا أسرة غير شنو أسرة غير سعودية اوكي واحيانا بيخش عدم الاستجابة مثلا البيت المغلق دقيت الباب اكثر من مرة لكن ما في حد شنو ما في حد فتح والقصف في عدم استجابة البيت الخالي بيت واضح انه ما مأهول بمعنى انه ما في مكيفات ظاهر انه شنو ما مأهول او بيت دقيتيه بدل تلقيه هاوسهولد اسرة معيشية مؤسسة مثلا او صالون او كلينيك عيادة طبية مثلا او شركة خلاص يعني البيت ده فيه شنو منشأة بيخش فيها في عدم شنو في عدم الاستجابة ده غير الرفض احنا قلنا الرفض أسرة غير سعودية بيت مغلق بيت خالي طلع أسرة مثلا او بيت مهدم او بيت تحت الصيانة ده كله بيخش في شنو يا جماعة في المنازل اللي احنا هنشوفها في الميدان وهتلقوا في الاستبانة في خيارات الاشياء دي كلها نعم لكن اذا الشخص انت دقيت الباب ولقيتيه مثلا الجنسية احنا عايزين نسوي سعوديين مثلا لقيت انه هو قال لك سعودي لانه في سؤال عن الجنسيه خلاص وانت شايف ان الزول ده امريكي اصفر او سوداني لابس عمه خلاص وقال لك انا سعودي هتقولي له لا ما سعودي اي همشي اعمل معه المقابله يعني قلت لكم انا باخذ من شنو من البؤ نحس طلعت الراي دي دائما بنفترض انه الاجابه او المعلومه اللي بتجي من المبحوث هي صحيحه تماما ما في اي ادنى درجة من الشك اوكي ما فيها اي ادنى درجة من الشك واحيانا في تعقيدات كثيرة في الجنسية مثلا نلقاه سعودي الاب لكن ابنائه للحين ما اخذوا جنسية نقول اي كم 18 سنة فاكثر نطلع سعودي لكن اختار الكمبيوتر الشخص الثاني طلع شنو تطلع ما سعودي في الاشياء دي بتلقوها شنو بتلقوها في الميدان ونتوقعها وكلها بتخش معدل عدم الاستجابة ومحصورة في الاستبانة يعني إذا أم سعودية وأولاد لسه مش سعوديين ما يحسبوا الأولاد حسب التعليمات بتاعة المسح ده للسعوديين فقط وأنا أعتقد السعوديين هم الأشخاص اللي عندهم الجنسية السعودية في بعض الدراسات ما احنا ما دايرين نخش في التعقيدات دي لكن انا بتوقع انه كل السعوديين يعني حتكون نسبتهم كم من الـ من الـ من ال 100% من السعوديين اللي احنا يعني ما ماشيين عليهم حتكون نسبتهم ضئيله جدا الناس دول نتكلم عنهم صح يعني حتكون كده تقريبا في 100% يعني في كل 100 بيت تتمشي له يمكن تلقى نص بيت فيه الحادثه دي يعني التكرار بتاعها حيكون شنو قليل جدا لكن اذا لقيتك حتعاملهم معامله غير شنو غير سعوديين اوكي اي سؤال ثاني ما اعتقد ذلك هل بيكون عندها اي معلومات عن الاسره اللي هي حتمشي لها بس العنوان العنوان بتاعها فقط طيب ايش هو البيت هذا في نعم تاني ما سمعتها مثلا انا بروح لهذا البيت ايش عرفني ان هذا البيت في اسره يعني بتعرفي لما تقرأ الباب تعرفي لما شنو لما انت تقرأ الباب
لكن ايوه لما سوينا عينه استثنينا الاماكن اللي هي المنشآت والمهدمه اماكن صناعيه اماكن عسكريه احياء داخليه هذه كلها استثنينا. فغالبا انه يكون العنوان هو عنوان منزل يعني منزل اسره ما ندري هي سعوديه او سعودي بس ممكن لما ينطق الباب تكتشفين انه سعودي مو اسره او الشخص المطلوب مثلا مع انهم بنت عمرها فوق 18 فخلاص مع السلامة. دي خلينا نرجع للأول البحوث بالعينة والتعدادات. الأطر اللي بنشتغل عليها اللي بنسحب منها العينات دي هي مفروض تكون مجددة. لكن يا جماعة القوائم اللي بنسحب منها العينات دي هي معرضة للتطوير والتغيير. يعني ما الحين لو عملت أسفول كاونت اليوم 2 ولا 3 فبراير مثلا للاسره الموجوده في الشقق دي كلها والفيلل وكده بكره الصباح هيكونوا في نفس المكان ده من اثنين نقط بكره اكيد في حد حيرحل من الشقه دي لشنو لشقه اخرى والشخص كان سعودي جه سكن في الحته دي اذا في تغيير في الاطر هذه لا بد منها التغيير في الاطر هو اللي بيجيب لنا شنو بيجيب لنا عدم الاستجابه للتحدي لكن احنا بنتمنى انه الاطر ما يكون فيها تغيير كثير انه العينه اللي احنا ماشيين لها التغيير فيها قليل لانه ما دائما ذكر سلطان هي المفروض تكون اسر حيكون سحبوا منها المنشات مثلا في العام المنشات زي الصوالين والكلينيك والعيادات والشركات وغيره هي اسر لكن هل هي سعوديه او لا اذا لقيتيها ما سعوديه حتنزل بانه هي اسره غير سعودية. أما معلومات تانية متعلقة عن الأسرة دي إحنا جربناها هي ولسه ما يطلع رأي ومسح بالعينة. أحيانا لما نمشي ليهم وإحنا عارفين معلوماتهم مثلا في التعداد بيقول لك أنت المعلومات كلها ما عندك مثلا ليش تاني بتسألني هو ما عارف أنا جاي أسأل في قضايا ما عندها علاقة بالمعلومات الشخصية مثلا أو المعلومات الشخصية جزء بسيط من المتغيرات اللي أنا شنو اللي أنا عايزها عشان كده بفضل دائما استطلاعات الرأي والمسوح بالعينة إنه ما يكون عندنا خلفية عن شنو عن الأسر لأنه الناس مفهومة إنه أي شخص يجي في المسوح بالعينة هو جاي لتعداد أو لمثلا مسح صحي فيه بيانات حكومية مطلوبة عرفتوا كيف؟ يعني دائما في التعدادات بيقول لنا الحكومة ما عارفة أي شيء عننا مثلا صح ولا لا؟ في السجل المدني في عدد الافراد عارف إيه. ليش تسالني ثاني المسوح بالعين بتختلف لانه احنا بنتكلم عن اللي هو اراء وتوجهات متعلقه بقضايا شنو معينه انا ما محتاج اعرف هو منه انا بس محتاج رايه هو بعد ما اختاره عشوائيا اوكي اي سؤال ثاني الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.